السلام عليكم، حياكم الله. وكثير من مقاطع الفيديو شفناها قبل قليل انه يتم الان دخول الجماهير العراقيه الى ملعب جذع النخله، وهذا الخبر عاري عن صحه وغير صحيح. والان نشوف من قلب الحدث الساعه 3 فجرا، الاخ يصور لنا المشهد من داخل الملعب ولا يوجد جماهير الى الان، ويتم دخول الجماهير الساعه 6 صباحا. وريت من الأخوة البصراويين كفيتوا ووفيتوا وكنتوا أكثر من رائعين، أرجوكم تعاونوا مع اللجنة المنظمة ومع أمن الملاعب حتى يتم أجمل نهائي بين منتخب العراقي ومنتخب العماني. خلينا نشوف هذا الفيديو من قلب الحدث وأشوفكم بفيديو جديد. كل التابع شباب، الكل التابع، كل تسوي متابعة، بعدين هم يسوي بث على ما أول ما يدخلون الجماهير أسوي لكم بث، أقول لكم يا بدخلوا استوهم دخلوا، اللي يريد بيتهم قريب خليه يجي يلحق علي. من هو إحنا نخسر 1-0؟ لا حبي، النتيجة 3-1. روح للسنتر مال الملعب، وينك سنتر؟ قلبه شو وقت ما لحقت بايش بيش الساعة اللعبة الساعة بالسبعة اللعبة. همكو حفل اي اكو حفل. ماجد المهندس ما اللي يسموني، وحاتم العراقي، واحلام. انا هاي البطانية قلقتني، يا شايف نعبانه من الجمهور ويقول لي ها وين رايح؟ هلا اروح اوديها احسن. جيب هدف نفوز ان شاء الله نفوز. انا تيهت، المفروض منك اروح. سؤال راح تصير احتفال لو لا؟ ايه راح يصير احتفال قبل اللعبة، هي اللعبة الساعة بالسبعة، يعني قبل اللعبة يصير احتفال تذاكر للبيع. العراق ان شاء الله الحفلة اكيد قبل، يعني قبل ساعة. هاي جاي يسوون منصة على المدى الاحتفالية وكذا. والله التدقيق لا مو كلش، ماكو يعني مو تدقيق يعني 100%، هم يمشون لان الزحام راح يصير كلش. كاظم ها؟ موجودين يمسي سالم، يمكن الولد موجودين يمسي سالم. خابر على اي واحد، علاوي اي واحد. تسلم حبه، تسلم على الدعم. يمتى يدخلون جماهير؟ الساعة بالستة تقريبا، هيجي من 6 الصبح وفوق يدخلون جماهير. منو راح يعلق؟ والله ما ادري، اتوقع كاظم هذا صاحبي يعلق. والله علق لهم كاظم، علق لهم حنطب جواز. 2007 لا ما يجاوب. بيش الساعة تنفتح البوابة؟ البوابة تنفتح من 6 وفوق، من 6 الصبح وفوق، 6 7 8 9. يقص سعر التذكرة، والله كل من بكيفه يبيعها، وهاي إذا حقيقي يعني مدى ما طلعت ما مزورة. 50 ب 60 70 80 90 100 وفوق كل من